وسلطان الساعة واحدة إلا ربع تقريبا، الساعة 12:45 تقريبا. أنت متواجد بالبيت؟ نعم كنت متواجد بالبيت. شلون استقبلت الموضوع وبمن تشك أصلا؟ يعني عندك عداوات مع أحد لو أنت تربط هذا الاعتداء والطلق الناري بموضوع نادي الطلب؟ والله أنا ما أخفى عليك شيء، اليوم أنت من توصلك رسالة ومكتوب بها أن الملفات إذا انعرضت إحنا ما راح نخسر عليك فقط طلقة واحدة. وكلام كثير بالرسالة يعني وضحت الصورة من وراء هذا الشيء، وإن شاء الله أنا قانون راح يأخذ مجرى وجزاء كل شخص يتصرف هذا التصرف هو السجن. من وراء هذا الشيء تقول إن عرفت القصة من وراء؟ العفو ما سمعت. أقول لك من وراء هذا الاعتداء؟ حضرتك تقول انعرف من وراء هذا الاعتداء والسجن أمامه. والله واضحة واضحة، إن شاء الله خلال الأيام القادمة تعرف هذه الدفعات قانونية، القانون هو أعرف أكثر منه ومنك بهذا الشيء، والله يعرف منه اللي سبب هذا الشيء ومنكم اللي دفع الأشخاص أو هم نفس الأشخاص اللي وصلوا مرحلة إنه يطلقون أطلاقات نارية على بيتي، فأكيد هم راح يعرفون أكثر منه. قدمت شكوى رسمية؟ نعم قدم شكوى رسمية ونعرضت على السيد القاضي، وأعتقد أنه اليوم الموضوع أصبح جدي. وأنا قلت لك اليوم أنا مو مثل البقية اللي هم عملوا هذا العملة، لأنه أنا شخصيا عاقل بهاي التصرفات. أكو قانون والقانون يأخذ مجرى، وأيضا أكو عشائر، والعشائر راح تكون بعد ما يكون أكو دليل واضح على هذا الشيء راح العشيرة هم راح تكون متفايدة. يعني إذا باسم عباس اللي معروف بالوسط الرياضي بعيداً عن نجوميته وتمثيله للمنتخب الوطني، هسه نقول مسنود ينضرب طلقات ببيته كابتن باسم، حقها الجماهير في وقت سابق كانت تخشى الظهور والمطالبة بحق النادي خشية أن تتعرض لرمي أو لا سامح الله لحادث آخر.